موقف السلام الحقيقة من المشروعات اللي هي غابت كتير لأسباب، لكن الحمد لله تخلصنا من هذه الأسباب. كان هيتم افتتاحه بشكل يدوي، يبقى موقف يدوي عادي. انا الحقيقه رفضت وقلت لا، لازم يبقى موقف سمارت. أكبر موقف في القاهرة في المساحة دي، نمرة ثلاثة، الموقف متكامل بكل ما فيه ويسع كل أنواع العربيات.